السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على التاريخ نتاع التهيئة نتاع خليج الجزائر، وكذلك على بالخصوص بالمشروع نتاع المسمى مدينة بارك، وكيفاه ما هي المراحل اللي مر عليها منذ يعني أن بدأ المشروع هذا، حيث أنه فيه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في السبعينات في أثناء حكم الرئيس هواري بن مدين، واللي في هذه المرحلة نتاع السبعينات كان جلب عدة مهندسين كبار، مهندسين عالميين مثل فرنان بويون اللي جا في 1965 وقام بعدة تصميم عدة مركبات سياحية في تيبازا وفي زيرالدا وفي بسكرة في عنابة، فندق متسع بالسرايدي في بسكرة، في غردايا فندق مزاب، في أضرار، في كثير من الدول، حتى في تمن راست كان له، كانت عنده لمسة أو الصبغة تاع الفندق تاعها تاع تمن راست من تصميم المهندس الكبير فرنان بويون اللي عمل في الجزائر، وكان صديق للرئيس هواري بن مدين، وكان بن مدين يحب بزاف المهندسين الكبار حيث كان صديق نتاعو، وعمل مدة من 1965 إلى 1973. ثم أجلب كذلك المهندس الكبير الياباني كينزو طانجي. هذا المهندس صمم وأشرف على الأعمال تاع جامعة وهران في الثمانينات، في نهاية السبعينات بداية الثمانينات. ثم كذلك المهندس الآخر اللي يعني كبير هو أوسكار نيمير، مهندس اللي جلبوا رئيس هواري بن مدين، حيث أن المهندس هذا صمم جامعة باب الزوار وجامعة قسنطينة وجامعة بواحدة من الجامعات تاع قسنطينة، وكذلك وكان له عدة مشاريع لم ترى النور، خاصة بعد ما رحيل الرئيس هواري بن مدين في سنة 77، بقات مشاريع كبيرة لم تنجز، منها هذا المشروع، مشروع الحي الأعمال بالجزائر بخليج الجزائر، واللي رانا بصدد الكلام عليه. إذا هذا هو الفيديو، نتكلموا على خليج الجزائر. إذا كان فيه يعني أول تصميم وأول فكرة من عند المهندس الكبير أوسكار نيمير، وهنا نشوف الصور نتاع التصميم هذا نتاع حي الأعمال اللي كان من المفروض وكان من يعني المقرر باش الأشغال تبدأ الأشغال في خارج الجزائر من طرف ب ب يعني بالمشروع نتاع اوسكار نيمير البرازيلي، يعني واحد من اكبر المهندسين في العالم، واللي عاش اكثر من 105 سنوات. وهذا المشروع هذا نشوف الصور هنايا نتاع التصميم نتاع اللمسة نتاع أوسكار نيمير اللي عمل يعني العاصمة الجديدة تاع البرازيل برازيليا، أخدمها في ظرف 5 سنوات، 5 سنوات طلع المدينة. إذن هذا مهندس عبقري، يعني عندنا فرصة يعني شانس باش ندخلوا بالعالمية، ما ندخلوش العمل العالمية، ما ندخلوهاش بدي جي سنيك وباش يطيح ورديح، ولا حتى بالمشاريع الاقتصادية، لأن كل عالم في العالم المشاريع الاقتصادية موجودة في كل العالم، لكن تكون عندها لمسة نتاع المهندسين الكبار. وأنا بالمناسبة أنادي الرئيس نتاعنا
باش يعاود يحيي المشروع نتاع اوسكار نيمير بتاع حي الاعمال هذا اللي كان المفروض يقام بخارج الجزائر، مكان المشروع الحالي اللي يسمى مدينة الجزائر ألجي مدينة. وان شاء الله وأناشد الرئيس نتاعنا باش يعاود يحيي المشروع نتاع اوسكار نيمير في هذا مما تبقى من مشروع المدينة تاع مدينة الجزائر، من يعني المساحات اللي بقات إلا كان فيه حتى ولو ينجز جزء من المشروع نتاع اوسكار نيمير يعاود يحييه، وياخذ بعين الاعتبار يعني الصبغة العالمية تاع يعني المهندس هذا اللي راح يمد يعني صورة إيجابية كتير، ويمد هيبة ويمد احترام كبير للجزائر وللشعب الجزائري بفضل هذا المهندسين الكبار اللي جلبهم بومدين ثم هملوهم الرؤساء اللي جاوا من بعد والوزراء اللي جاوا من بعد. إذن المرحلة الثانية من المشروع هذه بدأت في 2004 بعد ما تقرر إعطاء يعني الأرضية للشركة إعمار الإماراتية لتقوم بالمشروع. إن الشركة في 2004 جابها بوتفليقة، لأن يعني بوتفليقة قبل ما يولي رئيس في الجزائر كان عقب مرحلة جالس في مرحلة كان في الإمارات، ووعدوه الإماراتيين أنه إذا كان رئيس سوف يساعدونه في يعني النهوض بالبلد. لكن في 2004 لما جاء المشروع هذا لقى انصدم بلقى عراقيل كبيرة من طرف الحكومة تاع يحيى اللي كانت ضد المشروع هذا. وأنا نتفكر أنه في 2004 ويحيى تكلم في البرلمان وسقساوه على لماذا المشروع هذا لم يجسد. قال لهم الإمارات هذو ما يهضروا برك فيها هضرة تصاور برك، وما وراونا تصاور بصح في الميدان ما كان والو. وحنا نعرف يعني العام والخاص يعرف أن الإماراتيين واش داروا في بلادهم، يعني مشاريع عالمية. وحتى يعني الشركة يعني شركة إعمار هذه اللي كانت راح تقوم بالمشروع هذا دارت مشاريع، ويعني وهي أصلا شركة إعمار هذه ما راهيش مكونة من إماراتيين، هما الإماراتيين عندهم يجيبوا الاستثمار، هما مستثمرين عندهم أموال، لكن الشركة بحد ذاتها هي شركة فيها يعني المناجر تلقاه إنجليزي أمريكان، تلقاهم فرنسيين، تلقى عمال يجيبوا عمال تاع صنعة، يعني الناس اللي عندهم تجربة اللي داروا مشاريع كبار في الإمارات ودول الخليج. يعني هذه من المضحك ان واحد كيما ويحيى يقول لهم هذه شركة هذه ما دير والو، وجاو تمسخروا بينا وحنا ما نحبوش اللي يتمسخر بينا. إذن الشركة هذه تاع إعمار جابت مشروع كبير باش تنجزوا على خارج الجزائر، لكن لقات لم تلقى الاذان الصاغيه. وبعد ما جاء عبد الوسيع يطولو بالخادم الوزير الاول رومبلاصا او يحيى في 2009 وعيد احياء المشروع، وعيد احياء المشروع، وكان مقرر باش ياخذ المشروع، لكن عاد خرج بالخادم وعاد ولا او يحيى وعاد المشروع هذا يعني رمية في أدراج في الأدراج، وانتهت يعني مغامرة إغمار في شركة إعمار على خليج الجزائر. وتم إعطاء المشروع هذا لمستثمر جزائري دحلي، هذا كان مقيم في أمريكا وجا الجزائر وخد المشروع في 2009 نتاع المشروع نتاع مدينة الجزائر. والمشروع هذا إلى يومنا هذا 13 سنة ما زال في يدب يعني كالسلحفات، ما يمشاش بزاف. وهنا نشاهد يعني واش نجز هذا المستثمر الدحلي، نشوف هنا العمارات هذه
واش كاين هذا واش كاين. بعض الاشياء اللي دارها هو واش دار، دار فتح ارديس هذا المركز التجاري اللي فيه يعني ريتور دانفستيسمون رابيد، يعني فيه يعني ربح سريع، بدا بارديس خدم ارديس، لكن الاستثمارات الاخرى قعدت هكذا. شوف هنا الارضيه حابسه، ما زال المشروع في 13 سنه من بعد ما زال ما تحركش، يعني قعد هكذاك. اللهم فيه بعض التقدم على مستوى المارينا، المارينا تاع الجزائر، هذه المارينا اللي دارها ونشوفوا صح في الصور هذه، هنا نشوفوا الصور تاع المارينا هذه اللي مشات شويه، لكن كانت بالشراكه، دار شراكه مع شركه اسبانيه، وشونا نعرف الاسبانيين دائما دائما يخلوا المشاريع ويروحوا، دائما عمرهم ولا كملوا مشروع في الجزائر. انت فيه امثال كثيره، مترو مستغانم وملعب تيزي وزو وبعض المشاريع السكنيه كلها الاسبان، دائما يخلوا المشاريع نص ويروحوا. اذا هذا هو المرحله تاع اللي رانا فيها، مشروع تاع مدينه، ولازم نعرف كذلك ان عندما نتكلم على خليج الجزائر فيه تلت مشاريع الان اللي راهي تتجاذب وتتخلط، لان فيه مشروع مدينه الجزائر، مشروع جزائر مدينه، وفيه مشروع نتاع تهيئه خليج الجزائر، من يعني مشروع تهيئه خليج الجزائر هو من ميناء صابلات، من منطقه صابلات الى ميناء تمنفست كل الخليج، وهذا مشروع تاع التهيئه نتاع الخليج هو رافع حوزه ميديترام، هذه شركه جزائريه ميديترام اللي راهي تقوم بالاشغال بشراكه مع مصريين، اذا مع مصريين هم اللي راهم يقوموا بالتهيئه نتاع الخليج. والمشروع الثالث هو مشروع يخص كل ولاية الجزائر، وفيه جزء يتعلق بالخليج نتاع الجزائر، حيث أن هذا المشروع تاع 2000 يعني الآفاق تاع 2030 فيه تهيئة واد الحراش، فيه تهيئة الحمى، إلى يعني التهيئة تاع الحمى تمتد حتى الشاطئ نتاع الخليج على مستوى لافارش، منطقة لافارش وين راهي الآن الأشغال نتاع مدينة تاع مارينا جديدة ثانية اللي جاية على الخليج. إذا هذا المشروع الثالث عنده علاقة بالتهيئة نتاع الخليج، وكذلك فيه عنده فروع أخرى على مستوى مثلا الميناء تاع ميناء الجزائر، وكذلك لتيراس ديبور، وهذا مشروع لتيراس ديبور، وكذلك مشروع جزائر مدينة الأضواء. كل هذا داخل في مشروع كبير على مستوى ولاية الجزائر، وعنده جزء منه يخص الخليج نتاع الجزائر. إذا هذا هو المشروع الثالث اللي راه قيد، يعني فيه بعض الأجزاء تاع المشروع تم إنجازها، كما الجزائر مدينة الأضواء، وكذلك جزء من الحمى قد تم إنشاؤه مع المكتبة الوطنية إلى آخره. إذن هذا هو المشروع الثالث. هذا هو. وهنا نشوف أرديس، المنطقة تاع أرديس، هذا المركز التجاري اللي راح بس الآن بعد المشاكل اللي عرفها، هذا مشاكل مالية يعني بالخصوص، وحتى فيه مشاكل من النوع القانوني مع الشركاء نتاعو. اذا هذا المركز التجاري راح حابس، وراح يتغير، راح يكريه الشركه اخرى، شركه فرنسيه اللي تسير المراكز التجاريه، شركه اوشان اللي موجوده في فرنسا ومنتشره كثير في فرنسا وبلجيكا. اذا نشوف الصور هنا، الصور نتاع أرديس،
في هذه المرحلة تاع التصفية نتاع ما يعطى بعملية تصفية المركز هذا إذن، وتسليمه للمسير نتاع الجديد أوشان الفرنسية. وكذلك هنا نلاحظ كذلك يعني عملية نتاع التهيئة نتاع الأرضية المقابلة لجامع الجزائر. نشوف الصورة هنايا. إذا نكتفي بهذا القدر، وأعيد النداء للرئيس عبد المجيد تبون لإحياء المشروع نتاع أوسكار نيمير في خليج الجزائر، أو حتى في منطقة أخرى في مساحة أخرى، لأنه مشروع هذه فرصة، لأن أوسكار نيمير لم يعد من الأحياء، وهو مهندس عالمي ومعترف به دوليا. إذن عندنا التصاميم نتاعو، كانت عنده رغبة في إنشاء هذا المشروع. إذا نحاول نشوف كيف نتفق مع الحكومة البرازيلية لكي نحيي المشروع تاع أوسكار نيمير في الجزائر، إن التصاميم موجودة. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.